عناوين سياسية. مصادر صحفية تتحدث عن عودة قوش وتغيير داخل الجيش. يونيسيف تدعو المجتمع الدولي لمضاعفة الاهتمام بمحنة ملايين الأطفال في السودان. مقتل وإصابة 3 من حراس ميناوي بشمال دارفور. اغتيال زعيم أهلي وأفراد من أسرته بلجينيناه واتهامات لميليشيا الدعم السريع باضطهاد المسلي. الخرطوم تشهد مواجهات عنيفة وتبادل قصف مدفعي وجوي. السيسي وسلفا كير يتفقان على تكثيف الجهود لحل الأزمة السودانية عاجلا. تاج السر عثمان بابو يكتب: لا خير في تسوية تعيدنا لمربع الحرب. مجموعات نسوية ترفض ضعف تمثيل النساء في اجتماع أديس أبابا. طوارئ بحري: المدنيون عالقون في الأحياء بلا غذاء أو ماء. قصف الجيش منزله، الهادي إدريس يرفض قرار البرهان بإقالته من المجلس السيادي. كيف الوضع في الفشير بعد المعارك والقصف الجوي؟ النور حمد: مصر بدأت تشعر بأن تدخلاتها في السودان كانت بطريقة خاطئة وأصبحت لا تمانع من انقسام البلاد إلى دويلات بشرط. ميليشيا الدعم تشن هجوما جديدا على سلاح المدرعات وتنشر مقاطع من داخلها. مناع: على من لديه مثقال ذرة من الوطنية وضع حد للمهزلة البرهانية لتفكيك السودان. من هو المقدم مدثر الذي هاجمه المتمرد حميدتي وحقيقة علاقته بكرتي وكيف التحق بطاقم البرهان؟ غارات جوية وانسحاب للجيش من 6 حاميات غرب كردفان. الاتحادي الأصل يعلن دعمه لتكوين حكومة مدنية بعد وقف الحرب. وزير مقال يهاجم البرهان. حركة العدل والمساواة بقيادة سليمان الصندل تلتقي مبعوث رئيس الاتحاد الإفريقي. الهادي إدريس يصدر بيانا حول قرار إقالته. محامو الطوارئ: ارتفاع ضحايا قصف سوق زاقالونا في أم درمان. الحركة الإسلامية تصدر بيانا حول كرتي. تغييرات كبيرة مرتقبة في الجيش السوداني. عناوين اقتصادية: عقار يدفع بإغراءات لعملاق البترول الصيني. سحب قرعة دكاكين تجار الخرطوم بود ماداني. التأمين الصحي بجنوب كردفان يستعرض خطة الطوارئ لشهري نوفمبر وديسمبر. جنوب كردفان، تنفيذي الليري يلتقي لجنة المساعدات الإنسانية. وزير الصحة الاتحادي يثمن دور المجتمع المحلي تجاه العمل الصحي. اكتمال كافة الاستعدادات لبداية العام الدراسي بولاية نهر النيل. عقب سيطرة ميليشيا الدعم عودة شبكات الاتصالات إلى نيالا. استئناف خدمات الجمهور ومشاورات لفتح النيابات والمحاكم بالخرطوم. عناوين أحداث وقضايا: ضبط كميات كبيرة من المخدرات بولاية النيل الأبيض. ضبط مروج ليس بمحلية كرري. وجبة إفطار لجرحى ومصابي معركة العزة والكرامة بمستشفى ماراوي العسكري. والي الخرطوم يبحث فتح أقسام النيابة والمحاكم واستئناف عمل الجوازات. وفاة الأديب والمحامي كمال الجزولي. انتقال للوباء إلى سينار وتسجيل وفيات جديدة في آل قضارف. الأكثر قراءة اليوم: الحرب على غزة نقطة. شهداء في غارات إسرائيلية مكثفة والمقاومة تدمر المزيد من آليات الاحتلال. جماعة الحوثي تعلن شن هجوم جديد على إسرائيل بالمسيرات. أكثر من 5 ملايين متظاهر في أوروبا وأمريكا تنديدا بالعدوان على غزة. السيسي يلتقي سلفا كير واتفاق على تكثيف الاتصالات بأطراف الصراع بالسودان. لمزيد من الأخبار العاجلة المحلية والعالمية يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت www.sudanonline.net. شكرا لكم، نلتقيكم غدا بمشيئة الله.